مسابقة الدبكة الشعبية للذكور بكرة للإناث. بشارك عندنا اليوم حوالي 26 مدرسة ثانوية وأساسية ومتنافسين فيما بينهم، وطبعا راح يفوز 4 مدارس ثانوية و3 مدارس أساسية، والمنافسة على أشدها، ومعظم الفرق عندها لباس جيد وموسيقى جيدة ودبكات وحركات ممتازة. بكرة عندنا مدارس البنات، المشاركة أقل من الذكور تقريبا، لكن يعني برضو حوالي 16 مدرسة راح يشارك من البنات، وهذول الفائزين الأول في كل مسابقة من الذكور والإناث راح يكونوا في المهرجان الثقافي المركزي اللي في آخر السنة اللي بتعمله مديرية التربية والتعليم.